اليوم عندنا افتتاح جديد للفرع جديد لسنابل السلام في الدمام حي فيصلية، وخصم 20% مددناه من إلى كان إلى يوم السبت، مددنا لكم إلى يوم الثلاثاء القادم. ناخذ فنجال قهوة ونعلمكم الموقع ونعلمكم وش جديد هم المنتجات اللي عندهم. شكرا يا حبيبنا. هذا فرع سنابل السلام في الدمام حي الفيصلية، هذا شارع الإمام محمد بن سعود، موقعهم موجود في جوجل ماب. ما شاء الله تبارك الله منتجاتهم كثيرة. الكيك بحط لكم صورة على الكيك حسب الطلب، عندهم الميني ساندويتش والكرسون، عندهم الشوكليت، عندهم البقلاوات. نبدأ بالشوكليت. هذا نموذج أحد الصواني الكبيرة، هذه المناسبات والحفلات والزواجات. ما شاء الله تبارك الله الشوكليت عندهم بلجيكي، هذا كبيرة. شكرا يا شيخ. وفي الصواني الصغيرة، هذه بعض النماذج اللي عندهم. هذا نموذج أحد الصواني الكبيرة، هذه المناسبات والحفلات والزواجات. ما شاء الله تبارك الله الشوكليت عندهم بلجيكي، هذا كبيرة. شكرا يا شيخ. وفي الصواني الصغيرة، هذه بعض النماذج اللي عندهم. بالنسبة للكيك، عندهم كيك يجي حشوتين ميكس زي هذه، في سادة، في حجم صغير، في دوائر، في المستطيلات. ايش الحشوات اللي عندهم؟ مثلا هذه روشيه ولوتس. روشيه ولوتس، هذه تشيز كيك. هذه تشيز كيك توت احمر. اوكي، واللي هنا؟ هذه روشيه طال عمرك. اوكي، نجي تحت، هنا وش عندنا؟ هذه لوتس. هذه لوتس، اي نعم. واللي فوق؟ هذه روشيه. روشيه، هذه الدوائر اسعارها بعد خصم. هذه كراميل، هذه بلاك فورست، هذه تشيز كيك توت احمر وتوت ازرق. اسعارها بعد خصم؟ اسعارها بعد خصم 80. 80 او 82 بالضبط. 82 بالضبط. 82 بالضبط الدوائر هذه، اتوقع هذه بعد يمكن ارخص في السبعينات. الكبيره هذه المكس 134 ريال بعد الخصم، وهذه السادة 124 ريال بعد الخصم. الصغيرة أي حشوة، مربعات الصغيرة هذه، حتى هذه تشيز كيك 80 ريال. إذا بحط صورة، عندي مناسبة بحط صورة، كم الإضافة؟ نفس السعر. طبعا بالنسبة لإضافة الصورة بسعر بعد الخصم، السعر 44 ريال للكيكة الكبيرة. أما الكيكة الصغيرة يضيفون الصورة ب 36 ريال بعد الخصم. يا حبيبنا، انت تتميزون بالبوكسات. اي نعم. زين، طلعوا البوكسات اللي عندكم كلها، خلي الناس تشوف. طيب، اللي ما يعرفكم يعرفكم. طيب ابشر، خلينا نبدا. زين، البوكس الحلو هذا، الناس تبي تقهوه في الويكند وتجتمع، شوف البوكسات الحلوه هذه، بنطلعها برا كلها. شوف البوكسات الجميله هذه، هذا اللي بيسير ولا بيجتمع في الويكند. ما شاء الله تبارك الله. اللي بعده شوف هذا. اوه، في ناس تحب الشوكليت مع الفواكه المجففه هذه، متوفر هنا في سنابل السلام. خصم 20% على كل المنتجات. هذا بوكس حلى قهوة. طيب، ايش المكونات او ايش الحشوات اللي هنا؟ هذا كله بتيفور بحشوات مشكلة، جميع الحشوات. بتيفور بحشوات مختلفة. البوكسات ما شاء الله كبيرة عندهم، فيه شوكولات الحليب مع زبدة الفول السوداني. هذا بوكس جميل جدا، فيه 48 قطعة، يكفي ويوفي. ما شاء الله. وبسعر شوفه ما شاء الله بعد كبير. كم سعره؟ سعره طال عمره 85 قبل الخصم. قبل خصم 85، بعد خصم كم يطلع؟ تقريبا يطلع 72. هنا حلى الاوريو، هذا البوكس الصغير. في هذا حلى اوريو بعد صح؟ اي نعم، هذا بخمس حشوات، فيه التوت وفيه قهوه عربيه وفيه جوز الهند وفيه تراميسيو، هذه حشوات، خمس حشوات. حلو، وش عندنا هنا؟ توفي كراميل. هذا توفي كراميل مع بندق. ممتاز، وهنا؟ هذا تشوكو كوكيز. هذا شرحنا صح؟ شرحنا قبل شوي. هذا الوفاره. هذا فيه سمسم وزعتر وفول سوداني وكراميل. إيه هذا المكونات الحلى هذا. مش انت خاشة عني ما تبي توريني اياه ولا عليه طلب عالي؟ هذا بوكس معمول دايت. إيه تمر لايت. إيه هذا البوكس يجي مع الكيسة هذه، شيء جميل صراحة. طيب انت الله يعينك على اليوم. ايش بقى لنا الحين؟ بقينا بقلاوات وميني ساندويتش صح؟ على الشعب حبيبي. يلا حبيبنا الاستاذ محمد يعطيك العافية. الله يعافيك، سلمك ربي. شرفت معرفتك اليوم. الله يطول عمرك، الشرف لي. اشكركم على منتجاتكم الحلوه. الله يسعدك، احنا في خدمتكم في اي وقت. الله يوفقك. حلو، عجبتني جملتك تقول احنا ما نزع على احد. ما نزع على احد، يعني مثل هذه تحطون بقلاوه والشوكليت ما نزع على احد، ترضون جميع الناس، ما يطلع احد زعلان من عندنا. شوكليت زي ما انت شايف منتجاتنا وطنيه. عندنا الخامات الشوكليت كلها بلجيكيه ومصنعه في المملكه العربيه السعوديه في مصانع سنابل السلام. ما شاء الله. هذه مجموعه من البقلاوات. نعم. زين، في الصغير، في الكبير، في حق المناسبات، يلبون جميع الاذواق. في البوكسات مثل هذا
متوفر عندهم؟ عندنا حجمين 500 جرام و750 جرام. حلو. وعندنا الحجم الثاني الاكبر منهم 85 ريال زي ما انت شايف البقلاوه اللي جنبه هذا. اي هذا. اي نعم. واشكرك على تمديد الخصم. الله يطول عمرك. انا احرجتك لكن احنا نحب المتابعين أنت صراحه. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير. استاذ طيب الله. قسم الميني ساندويتش والميني كروسون بحشوات مختلفة. ايش الحشوات هذه؟ هذه الحشوات الله يحييك جبنة سائلة جبنة بيتا التقوس والفلافل والدجاج بالشبت مع صوص حق الضحك حق التغميس اللي هو هذا اللي بيغمس. اي نعم. في انواع ثانية في الصحن هذا يعني في بريد في ميني ساندويتش في فطاير كروسونات الفطاير وعندك كذلك احجام اكبر زي ما انت شايف. هذه هذا جايك ميكس معجنات فرنسية مع الشبات ما شاء الله خبز الشبات زي ما انت شايف. عندنا الله يحييك اللي هو الحلى الشرقي. طبعا الحلى الشرقي غني عن التعريف ما شاء الله. الحشوات الشوكولات والجبن وبلح الشام والتوفي وسبوسة الجبن ما شاء الله. طبعا أنا أخوي سعد هذه زي ما انت شايف فرشات يوميا من مصانعنا طال عمرك في الرياض والأحساء تطبخ تحضر طازجة يومياً يوم بيوم تتنوع التشكيلة. نعم. ولا نفس التشكيلة تتنوع التشكيلات طبعاً تتنوع. في سكون أكبر في سكون أصغر في أحجام مختلفة صراحة أنا عجبني هذا صح تامر عليه بس شو عنده ما شاء الله تبارك الله السلة هذه فيها بوكسات صغيرة ملونة بشكل جميل ومتناسق صحيح. إيش الضم إيش تحتوي هذه يا طويل الأمر والسلامة فيها أنواع مختلفة من الشوكولاتة. طبعاً سعرها 135 ريال. هذه فيها طال عمرك اللي هو زبدة الفول السوداني فيها حشوة اللوتس فيها الجوز الهند شيء جميل ولطيف كهدايا كتقديم عرفت كيف؟ لا جميلة ما شاء الله ما نزعل أحد جميلة ما نزعل أحد أول مرة أشوف يعني ديزاين نفس كذا الله يسعد أنت فعلا ما تزعلون أحد الله يسعد طبعا النخلة هذه كلها تمور والتمور محشية هذه تمور منكهة طال عمرك منكهات اللي هي جوز الهند والبيستاشيو عرفت شلون الله يحيك تجي بأحجام مختلفة 110 حسب الطلب و200 405 من بطون الحسن سكري ما يعني ما شاء الله شيء يواجه سعره فيه مع صوص الطحينة طبعا الثلاجة هنا في بوكسات حلا متنوعة تكفي واحد تكفي اثنين تكفي ثلاثة إلى ثلاثة بس كل واحد وحسب اي كل واحد حسب بي حسب ما يحب حسب ما يعجبه ايش الانواع هنا؟ هذه طول العمر السلامة عندنا المانجو وعندنا التشيز كيك وعندنا الاوريو وعندنا حبيب قلبي بلوتي الصراحه انا مت فيه انا عطني طرف المانجو هذا خطير تامر امر بس تامر تبي تامر عليه تاشر بس انت بتسمنا اليوم الله يسعدك ما شاء الله طبعا هنا عندهم عصير الطازج يوميا لكن هذا اخر علبه هذا اخر واحد قلت الله يرزقكم الله يرزقكم ويوفقكم ما شاء الله ما شاء الله طبعا اخوي سعد زي ما انت عارف العصير هذا ما في اضافه حرف السين تعرف حرف السين من السكر حرف السين ما في فريش فريش من الارض من الشجره نفسها طال عمره الى العصاره الى المنتج اللي تشوفه قدامك لا نضيف عليه لا سكر ولا هم يحزنه حلو هذا البرتقال والجزر ايش الانواع الثانيه في كوكتيل جوافه رمان عرفت الله يحييك كذا انتهينا من اعلان معرض صنابل السلام الجديد في حي الفيصليه طبعا ما شاء الله جايبين الحين بضائع جديده توها نازله بعد ما تقريبا انتهت البضائع اللي وصلتهم اليوم اجمل التغطيات اليوميه اقوى الخصومات الحصريه اجمل الاماكن السياحيه سناب الشرقيه مع سعد الدوسري